التخطيط تؤكد تخصيص 12 مليار و400 ألف جنيه استثمارات عامة لمحافظتي شمالي وجنوبي سيناء بخطة عام 2023-2024. بنك اليابان يقرر الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير ويرفع توقعاته للتضخم للسنة المالية 2024. أسعار النفط ترتفع خلال التعاملات وتتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت لأسبوعين. نشرة الاقتصاديات المفصلة تأتيكم على شاشة النيل، أهلا بكم. أكدت وزارة التخطيط تخصيص 12.4 مليار جنيه كاستثمارات عامة لمحافظتي شمالي وجنوبي سيناء بخطة عام 2023-2024 لتنفيذ 409 مشروعات تنموية. وأشارت الوزارة إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار التنموي. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي. أستاذ بلال تحياتنا فن. مساء الخير حضرتك على كل السادة المشاهدين يا فن. أستاذ بلال، كيف ترى أهمية الاستثمارات الضخمة التي خصصتها الحكومة لتنمية شمال وجنوب سيناء؟ طيب في البداية خليني أقول لحضرتك إن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة أنفقت ما يوازي حوالي تريليون جنيه كحجم استثمارات في سيناء. طبعا سيناء لها جزء مهم جدا وعزيز على الدولة المصرية، خاصة لأنها تنطوي على موارد اقتصادية كبيرة، يعني حوالي مساحة سيناء حوالي 60,000 كيلو متر مربع بما يوازي حوالي 6% من مساحة مصر. وبالتالي لو شفنا بقى إن سيناء هل تصلح إنها تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية لمصر؟ بالتأكيد تصلح أن تكون سيناء قاطرة للتنمية الاقتصادية لمصر إذا ما قورنت بالمساحات اللي موجودة. يعني بنشوف إن سيناء تمثل حوالي نصف مساحة إنجلترا، 60% من مساحة كوريا الجنوبية، مساحة الأردن كلها حوالي 89,000 كيلو متر، فعندنا مساحة سيناء حوالي 60,000 كيلو متر مربع. بالإضافة للتنوع الاقتصادي اللي موجود وتعدد الموارد الاقتصادية من البترول، من مخزون للمعادن، من الصناعات القائمة على استغلال تلك المعادن، من الزراعة واستخراج والمحاصيل الزراعية اللي تمدنا بيها سيناء. وبالتالي الدولة المصرية اشتغلت على التوسع الاستثماري. لما بنشوف حجم الاستثمارات العامة اللي تم تنفيذها حتى، وده يورينا بقى اهتمام الدولة في سيناء حاليا. لما بنشوف في عام 2014 كان حجم الاستثمارات العامة كان حوالي 5.9 مليار جنيه، ففي الموازنة الجديدة 23-24 والخطة الجديدة للدولة بتسعى انها تكون حوالي 58 مليار جنيه. وبالتالي الدولة النهاردة بتشتغل على ملف الاستثمار وملف التنمية في سيناء بشكل وبخطوات متسارعة بشكل كبير جدا. في اطار ده اشتغلت على عدد من الملفات، ملف الطاقه، ملف النقل لربط سيناء بانحاء الجمهوريه، وبالتالي طبعا بالتاكيد المناطق الصناعيه واقامه عدد من المناطق الصناعيه حوالي 13 منطقه صناعيه جديده وتجمع صناعي جديد انجاز التعبير يعني. وفي اطار ده اهتمت طبعا بربط الصناعه بالتعليم. شوف الاستثمار في ملف التعليم وهو ملف في غايه الاهميه لمدى تاثيره على توعية الأهالي ورفع كفائتهم العلمية، وفي نفس الوقت على ملف الصناعة خاصة مع استخدام العالم النهاردة للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. ففي سبيل ده وجود هناك حوالي 7 مدارس يابانية، 4 جامعات أهلية موجودة في سيناء، 6 جامعات حكومية وخاصة، 4 مدارس تكنولوجيا. فبالتالي هناك تنمية حقيقية بتقام على سيناء في الفترة الحالية. أستاذ بلال، يعني كيف ترى القيمة المضافة التي يمكن أن تحدثها تلك المشروعات في معدلات التنمية بالنسبة للاقتصاد الكلي؟ بالتأكيد النهاردة أنت محتاج الموارد الاقتصادية اللي موجودة في سيناء. بنشوف البترول مثلا، ثلث إنتاج مصر من البترول سيناء. المخزون المعادن اللي موجود سواء كان الحديد، سواء كان الفحم، سواء كان النحاس، كل دي معادن موجودة في سيناء. فبالتالي احنا محتاجين بقى ربط الموارد الاقتصادية الموجودة في سيناء، بدل ما كنا بنصدر تلك الموارد الاقتصادية كمواد خام رئيسية دون إقامة أي عمليات تصنيعية. لا، النهاردة الوضع بدأ يبقى مختلف. بدأنا نشوف النهاردة الرمال اللي موجود في سيناء بيستخدم في صناعة الزجاج، بدأنا نشوف مصانع للزجاج موجودة بتضاهي أحدث التكنولوجيا العالمية اللي موجودة في العالم. بدأنا نصدر كمان منتج الزجاج بدل ما كنا بنصدر الخام نفسه المستخرج من بطن الأرض. فبالتالي انت النهارده بتتوسع في قطاع الصناعه. بدا النهارده حتى في
في تصريحات معالي دولة رئيس الوزراء بيقول لك النهارده ان احنا عايزين نتوسع في مجال الصادرات، حجم صادراتنا ان احنا 43 مليار دولار النهارده، عايزين نوصل ل 145 مليار دولار. هل ده ممكن؟ بالتاكيد ممكن لو تكاتفت الظروف المتاحه فيما بين الصناعه والزراعه نقدر نحقق عائد تفضيل. نعم الاستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي بشكرك شكر جزيل على هذه المداخله، كنت معنا على شاشه قناه النيل للاخبار. بعث رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع مع وزير التجارة والطاقة الكوري جيونغ إنكيو التعاون التجاري والصناعي وسبل جذب استثمارات جديدة، وشهد اللقاء مناقشة آليات التعاون في مجالات التحول الأخضر واستخدامات الطاقة النظيفة وإعادة تدوير المخلفات بما يتماشى مع التوجهات العالمية بتفعيل برامج التنمية المستدامة. التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مع مسؤولي شركة هيونداي كوبريشن، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك في مجال تقديم الخدمات اللوجستية، وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المحتملة والفرص التي يتيحها الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس. كما تناول الفريق أسامة ربيع رؤية القناة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتوزيع قطع غيار اللازمة للسفن العابرة للقناة. أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن حدوث المزيد من التصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى انخفاض تصنيف إسرائيل، وأكد فيتش أنه إذا استمرت حرب غزة إلى ما بعد النصف الأول من 2024 واتسعت إقليميا قد تثير أوضاعا غير مواتية للنمو الاقتصادي وصعوبات في ضبط أوضاع المالية العامة لبعض دول المنطقة. قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على سياسة نقدية دون تغيير، وذلك في ختام اجتماع للبنك استمر يومين. وقرر بنك اليابان الالتزام بالسياسة التي أعلنها في مارس الماضي عندما أنهى سياسة طويلة الأمد لأسعار الفائدة السلبية، ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى نطاق يتراوح ما بين 0 إلى 1%. ورفع البنك من توقعاته للتضخم للسنة المالية 2024 والتي بدأت في أبريل الجاري، حيث يتوقع الآن أن تزيد الأسعار بنسبة 2.8% بزيادة عن نسبة 2.4% التي كانت متوقعة في شهر يناير. وفي أسواق البترول العالمية زادت الأسعار في طريقها إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد خسائر لأسبوعين متتاليين، وذلك بعد أن عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن تفاؤلها حيال النمو الاقتصادي. وصعدت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت 31 سنت إلى 89.32 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة الخام الأمريكي 23 سنت إلى 83.80 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع ارتفع خام برنت بنسبة 2.3% حتى الآن، في حين ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.8%. وصلنا إلى ختام نشاطنا الاقتصادية المفصلة، بقيت تذكرة بأبرز ما جاء فيها. التخطيط تؤكد تخصيص 12 مليار و400 ألف جنيه كاستثمارات عامة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء بخطة عام 2023-2024. بنك اليابان يقرر الإبقاء على سياسة نقدية دون تغير ويرفع توقعاته للتضخم للسنة المالية 2024. أسعار النفط ترتفع خلال التعاملات وتتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين. انتهت نشاطنا، دمتم في أمان الله.